مشاهدينا الكرام ومتابعينا الاعزاء، نتواصل ونجدد لقاءاتنا من جديد عبر كل شوط، نصل بكم الى شوط العشرون. هذا الشوط هو شوط الختام لهذا اليوم من ضمن اشواط المنتجين، وهذا هو شوط الانتاج. تمنياتنا بالتوفيق والنجاح لجميع المشاركين. نذهب مباشره الى مسار وانطلاق هذا الشوط مع شوط الختام، شوط الانتاج والمنتجين. مقدمة الشوط المركز الأول عالي في موقع العلا، تعود الملكية لعبد الله بن مبارك بن حمود المنصوري، يتقدم الجميع مع المقدمة والصدارة. ماي هاب مع المركز الثاني لحمد بن سالم بن حمد بن قدح العامري، يتقدم مباشرة مع المركز الثاني. ثالث المراكز اللي في المركز الثالث مدلل العبيد بن هلال بن مبارك العفاري من يتقدم هنا. مشاهدينا الكرام، بوهلال مع المركز الثالث باحث عن السلام، ان يهديها الحمران اهلقا بالاخص الوصول والقدوم في هذه اللحظات. من يتقدم مباشره الغزال، تعود الملكيه مشاهدينا الكرام، من يقدم لنا الغزال هنا حمد بن سالم بن حمد الفيده المري يتقدم مباشره. الوصول مع المركز الخامس في هذه اللحظات. من ياتي مشاهدينا الكرام؟ الفاتن محمد بن مبارك مصلحوب القبيس هي تقدم مباشرة مع المركز الخامس. سادس المراكز هنا ناصي خليفة بن عبد الله بن ثاني النعيمي، ويا مرحبا ابو حمدان، ويا مرحبا بسلالة المختبر، بالفعل عاشق هذه السلالة. الوصول من شداد حمد بن محمد بن عتيق المهيري من يحتل المركز السادس في هذه اللحظات. سابع المراكز ياتي هنا ويتقدم بهذا المسار مطفي، سالم بن محسن بن لويهي العفاري محتل مع المركز السابع في هذه اللحظات. ثامن المراكز ينطلق الوضيحي عبد الله بن عبيد بن حلوس العامري، يصل راعي فرحي يتقدم بهذا الانطلاق والمسار. القدوم من شاهين حمدان بن محمد بن حميد الدرعي من ياتي بهذا الانطلاق والمسار لشاهين، يصل ايضا شاهين لخميس بن سالم بن سالمين المنصوري. هكذا نتيجه هذا الشوط، وهكذا النداء الاول مع شوط الختام. من سيسدل الستار هذه الفتره الصباحيه لهذا اليوم من المشاركين ضمن شوط الانتاج ومن شوط الانتاج والمنتجين؟ تمنياتنا هنا بالتوفيق والنجاح لجميع المشاركين. نذهب إلى الصدارة، إلى المقدمة، هو الغزال ما زال على الصدارة، هو من غير مع المقدمة حمد بن سالم بن حمد آل فيده المري يتقدم بهذا الانطلاق والمسار. وماي هاب حمد بن سالم بن حمد بن جدح العامري يتقدم مباشرة مع المركز الثاني، وشاهين حمدان بن محمد بن حميد الدرعي يصل إلى المركز الثالث. رابع المراكز من يتقدم مشاهدينا الكرام؟ الفاتن، الفاتن تعود الملكية لمحمد بن مبارك بن صلهوم القبيسي، يتقدم مباشرة بهذا التقدم، ويصل مدلل عبيد بن هلال بن مبارك العفاري يتقدم مباشرة مع المركز الخامس. بن حلوس ياتي بهذا الانطلاق والمسار
الكل قادم بقوه مشاهدينا الكرام من اجل الفوز بالانتاج الوضيحي. عبد الله بن عبيد بن حلوس العامري، يا سلام، وصل ابو حمدان، وصل مشاهدينا الكرام ناصي خليفه بن عبد الله بن ثاني النعيمي، من يقدم سلاله ناصي كيلو ونصف الكيلو ما تبقى عن خط النهايه. القادم احلى الواصل هنا الوضيحي عبد الله بن عبيد بن حلوس العامري، ومن الجانب الاخر شداد حمد بن محمد بن عتيق المهير، يا سلام، وصل منصوري خميس بن سالم بن سالمين المنصوري مع شاهين، ومن الجانب الاخر هناك اللي هو الاسد واول وذاعه للاسد خميس بن عيسى بالشدي المنصوري، بدا يتدخل بالشدي ويغير من مركز الى مركز. المختبر سالم بن حزمي بن قناص العامري، ولكن نعود للصداره، نعود الى المقدمه، إلى المركز الأول، من يسيطر مع مقدمة الشوط شاهين. الكيلومتر الأخير لما بعد كيلو إلا الناموس، وفي اتجاهنا لناموس هذا الشوط حمدان بن محمد بن حميد الدرعي، يا سلام، ولكن يا سلام هنا الأسد، الأسد الأسد، تعود الملكية خميس بن عيسى بالشد المنصوري، يا سلام، حذاري من الأسد، وهنا أيضا ناصي، تعود الملكية لخليفة بن عبد الله بن ثاني النعيم، يا سلام اللي وصل وتقدم هنا شاهين خميس بن سالم بن سالمين المنصوري، طارن القعدان، الكل انطلق، الكل تقدم، شوط الانتاج، شوط الختام، الوصول ايضا هنا المختبر سليم بالحزم بن قناص العامري، يا سلام، ولكن المقدمة شاهين، شاهين، شاهين والأسد، الأسد وشاهين، يا ترى لمن الناموس؟ ناموس الانتاج، طعمه غير ناموسين. هذا الشوط ما بين الدرعي وما بين مشاهدي الكرام بالشد المنصوري، من يقدم لنا الأسد؟ الأسد وشاهين، شاهين والأسد، الأسد، 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 مشاهدينا الكرام، هد على الناموس، هد على الفوز والانتصار، وسلام بوركان، سلام، اسعد الله صباحك على الفوز والابداع يا بوركان، تهانينا الخميس بعيسى بالشدي المنصوري مع الانتصار بالفعل مع الاسد، تهانينا والناموس. ثاني المراكز شاهين حمدان بن محمد بن حميد الدرعي، المركز الثالث متعب جمعه بن مبارك بن مغير الخيلي، ما يبنى له طاري الا في هذه اللحظات مع الامتار الاخيره. واجهنا المركز الرابع، من وصل شاهين خميس بن سالم بن سالمين المنصوري. المركز الخامس كان من نصيب شداد حمد بن محمد بن عتيق المهيري. هكذا النتيجة وهكذا الأسد مشاهدينا الكرام، عندما الدرب امتد أهدى الناموس في شوط الانتاج مالكة مشاهدينا الكرام. خميس بن عيسى بالشدي المنصوري قاطع المسافة 6 دقائق ثانيتين، جز واحد من الثانية، سلام بوراكان، سلام، سلام بالشدي، سلام على هذا الفوز والإبداع والانتصار. ثاني المراكز شاهين قدم عرض شكر حمدان بن محمد بن حميد الدرع، تهانينا والناموس، 6 دقائق 3 ثواني وفاء وتماما، تهانينا والناموس. متعب ثالثا من حلة جمعة بن مبارك بن مغير الخيلي، ولا يبنى له طاري الا مع الامتار الاخيره مع المركز الثالث عند خط النهايه، 6 دقائق 5 ثواني 7 من الاجزاء، هكذا كانت النتيجه، تهانينا والناموس لجميع الفائزين في جميع هذه الاشواط.